Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق شهيدا بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمطره قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذ قال إبراهيم لأبيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما الله بغافل عما تعملون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيب يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يقنون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের নামাজকে কবুল করে দিন। যেরকম প্রথমে বলেছি, এই মাস অত্যন্ত ফজিলতের মাস, রহমতের মাস, বরকতের মাস। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো বাহানাতে বান্দাকে মাফ করতে চান। এই যে আমরা নামাজ পড়ি অথবা রোজা রাখি, এতে আল্লাহর কি ফায়দা? আল্লাহর কোনো ফায়দা নাই, বরং আল্লাহ চান এই সমস্ত আমলের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরকালে হামেশা হামেশা জান্নাত আমাদেরকে দান করুন। তো এই জন্য ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে যে রোজা রাখবো, এমনি ক্ষুধার্ত পিপাসিত থাকবো না। বলে যে মানসমা রমাদান, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য রোজা রাখবে, আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করে এবং এই বিশ্বাস যে আল্লাহ তাআলা আমাকে রোজার উপরে ফজিলত দান করবেন, বদলা দান করবেন, তো আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন। গুনাহ মাফ করে দেওয়ার অর্থ হলো সে আল্লাহর ওলি হয়ে যায়, অর্থাৎ সে মৌতের পরে সোজা জান্নাতে চলে যাবে, এর অর্থ হলো গুনাহ মাফ করে দেওয়া। এমনি ভাবে তারাবির ব্যাপারে বলেন যে মান কামা রমাদান, যে ব্যক্তি তারাবির নামাজ করবে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রেখে এবং সওয়াবের আশায়, ঠিক অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। সেই জন্য ভাই, মাহে রমজানে যদিও কষ্ট হয়, তাই না, লম্বা রোজা, লম্বা নামাজ, এই সমস্ত হাদিসগুলো আমরা সামনে রাখি, এটা তো আমাদের জন্য একটা সুযোগ, অপরচুনিটি। এটা যদি না আসতো তো আমাদের কি উপায় ছিল, কোন বাহানাতে আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত দিল? তো আল্লাহ তাআলা মেহরবানি করেছেন, এই মাস আমাদেরকে দান করে। সুতরাং এই মাস থেকে আমরা ফায়দা উঠাই ভাই। গত বছর বহু মুসল্লি ছিল, এই বছর নাই, তা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। এই রমজানের প্রতিটি মুহূর্ত অনেক দামি, এক এক সেকেন্ড বহু দামি, আর যেই কোনো একটা নফল আমল করেন বলে এটা ফরজের বরাবর হয়ে যায়, কত বড় কথা। আর একটা ফরজ যদি আপনি আঞ্জাম দেন, মনে করেন যাকাত দিলেন, নামাজ পড়লেন, যেই কোনো ফরজ কাজ করলেন, বলো যে এই ফরজের কাজটি 70 গুণ আল্লাহ তাআলা বাড়ায় দেয়। তো এই জন্য এই মাসের অনেক ফজিলত। তো এই মাসে কি করা? আমি ছোট্ট একটা আমল যেটা হাদিসের ভিতরে রয়ে গেছে, কি করা? বেশি বেশি তো এটা হলো কোরআনের মাস, বেশি বেশি এই যে নামাজে কোরআন শরীফ শোনা, তাহাজ্জুদে শোনা, নিজে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, কিন্তু আরো সহজ আমল যেটা আল্লাহর নবী বলেছেন যেগুলা খুব বেশি বেশি করে, সেটা হইল এক, যে প্রথমত বেশি বেশি করে রিসাইট কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন এক্সেসিভলি, বেশি করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া। এটা কে না জানে? প্রত্যেকে জানে। তো কি করা? আমাদের ছেলেদেরকে, মেয়েদেরকে, নারীদেরকে আমরা বলি কত সহজ, যে কি করা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটা সারাদিন জপতে থাকা। এইটাতে যদি অবসর পাই তো আমরা কি করব, আস ফরগিভনেস ফ্রম আল্লাহ সুবহান, ইস্তিগফার, যেটাকে আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, দেন কত সহজ আমল। আরো আরেকটা আমল আল্লাহ নবী বলছেন যে আস, হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহ একটা হইলো যে আল্লাহর জান্নাত চাওয়া, আস্কিং ফর হিজ পারাডাইস, নাই যে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করো, তাই না, এটাকে আরবিতে আমরা কি বলি, আল্লাহুম্মা ইন্না নাসালুকাল জান্নাত। আরো দ্বিতীয় কথা কি, জাহান্নামতে পানা চাও, ও নাউযু বিকা মিনান নার। এই যে দেখেন, তো বেশি বেশি করে কালমা পড়া, বেশি বেশি করে ইস্তিগফার করা, আর বেশি বেশি করে কি করা, বয়ের আমার ইস্তিগফার, আল্লাহর কাছে জান্নাত চাওয়া, এ আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করো, অথবা আল্লাহুম্মা ইন্নী আসালুকাল জান্নাত, আর এটা কি, জাহান্নাম থেকে পানা চাওয়া, এ আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনান নার। তো এই আমলগুলো আমরা করতে থাকি আর আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তাআলা যাতে এই মাসের যে উদ্দেশ্য এটা কি, মানুষের ভিতরে কনসিয়াসনেস, আল্লাহর তাকওয়া, আল্লাহর ভয় পয়দা করা, যাতে করে পুরো ইসলামের উপরে চলতে পারি, এই যোগ্যতা যাতে করে আমাদের ভিতরে হাসিল হয়ে যায়, এই জন্য এই মাস আসে, তাই না। তো আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে এই মাসের খেয়াল রাখি তো দেখবেন রমজানের পরে প্রত্যেকটা মানুষ একদম মাসুম নিষ্পাপ হয়ে যায়। তারপরে যদি মৌত আসে, আল্লাহর কাছে বহুত আশা করা যায় যে আলহামদুলিল্লাহ বড় ভালো মৌত আসবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার জন্য করেন।
اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين إله العالمين رمضان البوثم وخرجون دي الله قيام الليل قريشي الله ترابي النماز قريشي الله مهربانك رمضان النماز كي قبول منظور قرنا يا إله العالمين اي معاشر كارون تمي منوش كي نشفاق معصوم بنائي داو يا الله تمار وعدا تم عمرو রোজা রাখবো তারাবি করবো আল্লাহ আমাদের সমস্ত গুনাহগার থেকে আপনি মাফ করে দেন ইয়া ইলাহুল আলামিন নফস এবং শয়তানের প্রবৃত্তিনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন গো আল্লাহ ইয়া ইলাহুল আলামিন মেহেরবানি করে এই মাসের যে তাকাজা আছে এই মাসের যে ইয়া আল্লাহ শায়নে শান আমাদেরকে কদর করার তৌফিক এনায়েত করুন আল্লাহ ইয়া আল্লাহ মেহেরবানি করিয়া যত আমল আমরা করবো সেগুলো আপনি করুন আমল কবুল কবুল করে নেন ইলাহুল আলামিন আমাদের ভিতরে যারা অসুস্থ আছে বেমার আছে ইয়া আল্লাহ এই মাহের বরকতে প্রত্যেকে সুস্থতা নসিব করেন ইয়া আল্লাহ এই মাসের রোজাগুলা এবং তারাবিগুলো পড়তে পারি আল্লাহ সেই অনুযায়ী সেই অনুপাতে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কি করো সুস্থতা দান করো তন্দুরুস্তি নসিব করো এবং যারা আমরা পেরেশান আছি আল্লাহ প্রত্যেকের পেরেশানিকে দূর করে দেন ইয়া ইলাহুল আলামিন আমরা আপনার থেকে জান্নাত কামনা করতেছি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসালুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়ান নার বিরহমাতিকা ইয়া আজিজ ইয়া গফফার ইয়া করিম ইয়া সাত্তার يا جبار يا رحيم يا خالق يا بار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين صلاة البيت الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
আল্লাহু আকবার الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله মসজিদ থেকে বাইর হই ভাই কথা না বলি আমরা জানি যে চতুর্দিকে আমাদের নেইবার আছে প্রতিবেশী এদের যে ঘুমে কষ্ট না হয় বা আমাদের কারণে এদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে কিন্তু এই নামাজ রোজা এগুলো কিচ্ছু কাজে আসবে না Brothers, please leave quietly. As we know, this is the residential area. Don't cause any problem. So, leave quietly.